طيب، من قطاعات الناشئين إلى نجم عالمي النهاردة ضيفنا في برنامج الأهلي في رمضان. هو نجم برازيلي لعب في برشلونة ولعب في أولمبيك ليون الفرنسي. هو نجم للمنتخب البرازيلي الحائز على آخر كأس عالم مع سيليساو في 2002. مر 2006 و2010 و2014 و18 و22 والمنتخب البرازيلي خارج منصات التتويج. وبالتالي النهاردة معانا نجم، هو نجم الجيل الذهبي اللي حصل على آخر نسخة كأس عالم في كوريا واليابان عام 2002. ولو هنتكلم على دوري أبطال أوروبا أيضا، هو أحد نجوم الجيل المميز اللي حصل مع برشلونة على دوري أبطال أوروبا في موسم 2005-2006. النهاردة بينورنا وبيشرفنا من خلال شاشة قناة الأهلي النجم البرازيلي إدميلسون، نجم منتخب البرازيل وفريق برشلونة وأولمبيك ليون الفرنسي. إدميلسون، مرحبا بيك على شاشة قناة الأهلي، تحياتي ليك وتحيات كابتن أسامة حسني، وسعداء بوجودك معنا من خلال شاشة نادي القرن في إفريقيا. أهلا بيكو، أنا مبسوط جدا إن أنا معاكم النهاردة، مبسوط جدا إن أنا أكون على الهواء على قناة مصرية، دي حاجة شرف ليا كبيرة حاليا، إن أنا مبسوط حتى لو أنا قاعد معاش، بس أنا مبسوط إن أنا معاكم. طيب، عايزين نعرف من إدميلسون حاليا بعد مسيرة طيبة مع برشلونة ومنتخب البرازيل وأولمبيك ليون، حاليا إدميلسون هل اتجه للتدريب، هل اتجه للإدارة، شايف مستوى الكرة البرازيلية حاليا ازاي؟ الحقيقة انا رئيس دلوقتي نادي صغير كده في البرازيل، حاليا في ساو باولو، مدينة ساو باولو. حاليا احنا بقالنا 5 سنين على انشاء النادي ده، وانا حاليا اول مرة اعرف ان انا ابقى رئيس نادي، ده حاجة صعبة جدا. الاول كنت بشوف رؤساء النادي حاجة عادية، ولكن انا مبسوط جدا في الوضع اللي انا فيه. اكيد. عايزين نسألك عن الكرة المصرية، خاصة الفترة الأخيرة شفنا مواجهات ما بين المنتخب مصر ومنتخب البرازيلي، أيضا كمان مواجهات النادي الأهلي مع فرق برازيلية في كأس العالم للأندية، شايف الكرة المصرية إزاي؟ الحقيقة المصريين معروفين طبعا إن هم الفراعنة، غير إن هم الفراعنة معروفين إن هم بيعشقوا الكورة. احنا في ما بيننا حاجة يمكن مشتركة، ان احنا عندكم نجوم عالمية زي محمد صلاح، واحنا كمان كبرازيليين عندنا نجوم كبار، فيعني احنا عندنا اللينك ده ما بيننا، وشعب المصري معروف انه بيحب الكرة زي الشعب البرازيلي بالظبط. طيب، بما انك ذكرت محمد صلاح يا كابتن أسامة، هل شايف صلاح وهو حاليا في ليفربول الافضل ليه يلعب في برشلونة في حال طبعا انتقال مبابي الى ريال مدريد؟ سؤال جميل جدا. انا شايف ان صلاح ليه شعبيه كبيره جدا في ليفربول، غير الشعبيه اللي موجوده في ليفربول، هو خلاص يعني بقى ليه كيان هناك، وطبعا هو وجوده في اي مكان هيبقى بيضيف، ولكن انا شايف ان هو يفضل في ليفربول احسن ما يروح في اي مكان، لانه لو راح في اي مكان مش هيحقق نفس الحاجه. طيب، عايزين نروح لمنتخب البرازيل، يعني واحد من اهم المنتخبات الموجوده في العالم. امبارح كان في مباراه مهمه بين منتخب البرازيل ومنتخب الاسباني، انتهت بالتعادل الايجابي 3-3. شايف المواجهه ازاي، وشايف منتخب البرازيل خلال الفتره اللي جايه هيكون ازاي؟ البرازيل حاليا بتعيش في اجواء صعبه جدا في كره القدم، مش زي البرازيل زمان اللي كانت معروفة للبلاد العالمية كلها. طبعا اللعيبة اتغيرت، وعندنا مدرب جديد، وفي مدارس جديدة، مدرسة جديدة المدرب بيشتغل بيها. لعبنا مع انجلترا، لعبنا مع اسبانيا، يمكن الماتش بتاع امبارح احنا تعادلنا فيه، طبعا محدش راضي عن ده، ولكن خلينا نشوف المدرسة بتاعت المدرب الجديد هتوصل لإيه. طيب، إدميلسون، انت من اللعيبه اللي ليها تاريخ كبير جدا مع فريق برشلونه، ويمكن من اللاعبين القلائل اللي لما حتى انتقل ورحل من برشلونه رفض عروض كبيره جدا في الدوري الانجليزي،
ولو بصينا للاجيال اللي موجوده حاليا، شفنا نيمار كان موجود في برشلونه ومشي وانتقل، حتى اللي بيلعب دلوقتي في الدوري السعودي نفس الامر، ميسي انتقل ولعب في الدوري الامريكي. شايف هؤلاء النجوم لما انتقلوا ورحلوا من برشلونه، ليه خطواتهم المستقبليه بنفس ما كانتش بنفس الامكانيات اللي كانت موجوده في فريق كبير زي برشلونه؟ كمان رحيل جوارديولا، ولكن دلوقتي بيقود برشلونه تشافي احد اللاعبين اللي كانوا موجودين معاك في الجيل الذهبي. فشايف برشلونه ازاي دلوقتي؟ وشايف اللعيبه اللي انتقلت من برشلونه ليه ما خدوش نفس القرار زيك؟ انت رفضت تنتقل لانديه كبيره في الدوري الانجليزي مقابل ان هم راحوا لانديه اخرى في امكانيات وقدرات اقل كتير من برشلونه. حقيقة أنا من وجهة نظري إن أوحش حاجة نيمار عملها في حياته إن هو مشي من برشلونة وباريس سان جيرمان. هو هيندم على اللي هو مشي من برشلونة بالذات، وأنا شايف إن هو المفروض كان قاعد في برشلونة أكتر، ثبت نفسه وراح فريق تاني أوروبي. ولكن إن هو يروح السعودية كمثال، لو أنا قارنته بكريستيانو رونالدو، كريستيانو رونالدو خلاص بيخلص كورة فمش فارق معاه ان هو يروح اي نادي، لكن نيمار لسه شاب لسه في بدايه حياته، فانا كنت شايف ان الكارير بتاعه هيبقى احسن في برشلونه. عايزين نعرف الفرق ما بين جيل ادميلسون 2002 اللي حصل على كاس العالم والجيل الحالي. هو الحقيقه انا ما بحبش اقارن ما بين الاجيال، ولكن طبعا هو الموضوع مش في لعيب الكوره قد ما هو في المدرسه اللي بتدرب الفريق او بتدرب المنتخب نفسه. النهارده الموضوع مختلف تماما، الموضوع دلوقتي بقى فيه اخبار، بقى فيه انترنت، فاللعيبه بتبقى مشغوله اكتر من غير الملعب يعني. طيب ادميلسون، فرصه وانت معانا اسالك، مين افضل لعيب في تاريخ الكوره انت شفته او زملته؟ ميسي، كريستيانو رونالدو، رونالدينيو، أم رونالدو؟ من وجهة نظري أنا شايف اللعيب اللي دايما كان بيلفت نظري وأنا شايف إن لعب معايا في برشلونة وكان بيأدي كويس، رونالدينيو. رونالدينيو. أوكي. آخر حاجة متعلقة بمنتخب البرازيل وهو على مشارف المشاركة في كوبا أمريكا، هل ينجح المنتخب البرازيلي في استعادة الأمجاد من جديد ويتواجد على منصات التتويج، ولا شايف حظوظ المنتخب البرازيلي إيه؟ مع المدرب دوريفول جونيور دلوقتي هيحقق حاجات كويسة جدا، هو بس محتاج صبر زي اي فريق عالمي، وان شاء الله هيحقق بطوله 2026. ادميلسون بنشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله، وكان نجم كبير، نجم عالمي متواجد معانا من خلال شاشه قناه الاهلي في برنامج الاهلي في رمضان.